مرحبا طلاب، اليوم درسنا عن الزاوية الأدبية وموضوعنا عن الشاعر العراقي المشهور معروف الرصافي. Born in 1875، يعني ولد في عام 1875. His full name is معروف عبد الغني الرصافي. الاسم الكامل هو معروف عبد الغني الرصافي. Born and raised in Baghdad. ولد ونشأ في بغداد. Worked as a teacher most of his life. عمل كمدرس معظم فترات حياته. A statue commemorating الرصافي stands in the square facing the Martyrs Bridge. هنالك تمثال يحيي ذكرى الشاعر معروف الرصافي يقف في الساحة التي تواجه جسر الشهداء. تمثال الشاعر العراقي الشهير معروف الرصافي موجود مقابل جسر الشهداء في منطقة الشورجة. statue يعني تمثال، commemorating يحيي ذكرى، square ساحة، مارترز بريدج يعني جسر الشهداء، بريدج جسر ومارترز شهداء. He left many published works both in verse and prose. ترك العديد من الأعمال المطبوعة أو المنشورة في كل من الشعر والنثر. Published منشورة، works أعمال، verse الشعر و prose النثر. His collection of poems in Diwan al-Rusafi brought him wide recognition as a poet. مجموعته من القصائد في ديوان الرصافي جلبت له التقدير الكبير كشاعر. Collection يعني مجموعة. Poems قصائد. Wide recognition يعني تقدير واسع أو تقدير كبير. Poet شاعر. In prose في النثر. He also left many works on religion. في النثر ترك العديد من الأعمال في religion الدين، women النساء، sociology الاجتماع، philosophy الفلسفة، war الحرب، politics السياسة، and history والتاريخ. He died on 16th of March 1945. توفي يوم 16 من شهر آذار لعام 1945 ميلادي. اللي مطلوب من عندك عزيز الطالب هو فقط حياة الشاعر والمعلومات عنه، القصيدة غير مطلوبة للاطلاع فقط.